علي سلمان برجع لليوم انا بعد اتسامحوني كل عمائم اليوم ما في افندي بعشان اسوي هذه مو سوالفهم الحين يقودون هم التمرد هم يقودون التحضير للانقلاب حطوا بالكم اي هم العمائم نعم انا هني ما اتهم انا اجيب اشياء كهمة سمعوا علي سلمان وسمعتوا ذاك شي يقول سمعتوا المشعل شي يقول هذه رئيس هذه مو تعطونا ترخيص المجلس دي صكوه هذه المجلس قفلوه بندوه مو الخير شر هذه المجلس هو اللي يدفع الى 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 الى, إلى, إلى كسر القانون وكسمعتوه وهذا المجلس هو اللي يتصدر التظاهرات اللي تقودها الوفاق بدون قانون يجمع له شباب وقال لهم يلا عاد مري قال يلا ما راحوا جدهم ورد البيت هذا الله أعلم عاد لكن دعاهم إلى كسر القانون الحين علي سلمان عقب ما خلص خطابه ذاك اليوم قبل الله يخلص دعاهم بدون ما يتقدم بإخطار وبدون ما يأخذ ترخيص إلى تجمع كبير يا زعم يا زعم في ساحة الحرية أنا بس بسمعكم طريقته وبسمعكم أسلوبه واقرأوا ما وراء هذه الدعوة دائما حاولوا تعرفون ما وراء هذه الدعوة ما وراء هذا التحريض للتجمع سمعوش يقول بدقة للجمعة الجاية 27 وليش وشنه هدفه حط يا اخيك من اجل الحريه والمساواه ادعو جميع المتطلعين لغد افضل للبحرين الى المشاركه في مسيره الاسبوع القادم من اجل كرامتنا في وطننا وحقوقنا العادله ومستقبل ابنائنا ادعو للمشاركه في مسيره الاسبوع القادم من أجل البحرين حرة كريمة حديثة ديمقراطية من أجل الوفاء لكل الذين ضحوا في سبيل هذه المسيرة ليرى العالم الأسبوع القادم إن هناك شعب عظيم وليس شرذمة قليلة يطالب بحقه وهو على استعداد للمضي في المطالبة بهذا الحق حتى النهاية إلى الأسبوع القادم شعب يتحرك يدعوهم إلى تجمع ما صار ولا استوى ويزعم من أجل بحرين حرة حديثة وديمقراطية ومسيرة ليرى العالم أن هناك شعب وليس شرذمة من قال لك الشعب معك أنت تطلع بس من يطلعون معك اثنين ولا يطلعون معك ألفين قلت شعب البحرين أيازني وإحنا نقول لك لا تتكلم باسم شعب البحرين لا أحد يتحكى باسم شعب البحرين قول اللي يروا أن هناك وفاق اللي يروا أن هناك شيرازيين اللي يروا أن هناك حزب اللي يروا لا تكن تتحكى باسم شعب البحرين شعب البحرين ذبحتونا يا أخي احنا والأخير وين بنوصل معاكم أنا ما أدري أنتم ما شبعوا من هالتجمعات أنتم ما شبعوا من هالخطابات ما تمللوا الناس من خطاباتكم ربعكم هاي الألفين ثلاثة آلاف اللي 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 وراكم من مكان لمكان من مكان لمكان من مقشع لما أدري وين للدراز بس ما شبعتوا ما مليتوا نفس الكلام يتكرر نفس العبارات نفس المضمون نفس بس نعم مرمرتونا مع تجمعاتكم مع مظاهراتكم مع مسيراتكم مع لغتكم الطائفية العفنة حط لي فاصل